الحالة الوبائية في المغرب حسب المعطيات وحسب الجهات اليوم راه وصلنا ل 54 حالة، 54 حالة اللي موزعة بشكل متخالف مختلف على جميع الجهات. فبالتالي يمكن لي نقول لكم ان الجهة ديال الرباط قنيطرة حصلت على 14 الحالة، جهة ديال بني ملة جوج ديال الحالات، جهة ديال كازا سطات وفاس مكناس 12 حالة، قلمي مواد نون حالة وحدة، مراكش اسفي 5 ديال الحالات، جهة ديال الشرق جوج ديال الحالات، سوس ماسة 4 ديال الحالات، طنجة تطوان الحسيمة جوج الحالات، هي المجموع 54 ديال الحالة.